فرحة البكالوريا بالعساوة، هكذا احتفلت عائلة سنوسي بالنجاح الباهر لابنتها المجتهدة لينا التي خطفت الصدارة في عنابة عن جدارة، فأهدت عائلتها هذه الفرحة الكبيرة التي وصلت إلى حد درف الدموع الغزيرة. تلميذة سنوسي لينا من شعب التقني الرياضي هندسة مدنية متحصلة على معدل شهادة البكالوريا ب 18.91. الشكر لله والحمد لله أولا ولوالدي ولأساتذتي الكرام ثانيا. كان العام صعبا خصوصا مع الظروف الاستثنائية، ولكن الحمد لله تحصلت على النتيجة المرغوبة، ولقد كان هذا التعب تعب سنين وليس تعب هذا العام فقط. يعني ما قررتش قرار ثابت، بصح 90% المدرسة العليا الإعلام الآلي. العائلة استقبلت هذا الإنجاز بكل فخر واعتزاز. جو ماتوندي با نحسب الاولى في لا سيكسيون تاعها في قسمها، ما جوج ما بديش، مفاجاه كبيره. الحمد لله يا ربي، الحمد لله نحمد ربي ونشكره. والله الحال اليوم نرقد باسكو ما رقدناش من الباك، ولا اليوم ما رقدناش لا حنا لا هي، لا رقدنا لا شفنا النوم، وهي كل يوم تحلم غير بالباك، تحلم غير بالباك، ما في راسها غير القرايه. وتنوض على 3 تاع الصباح تلقاها تقرا، تنوض على ساعتين تلقاها تقرا. الحمد لله على فضل ربي المجهود اللي دارته راهي نالت فيه، ونستحمدوا ربي على فضل ربي يعني. ونشكروه الحمد لله، وحنا راه فرحانين كي راهي جات الاولى في عنابه. حنا متمنين كنت تكون الاولى في الجزائر، الله غالب كتب ربي الاولى في عنابه. الحمد لله على فضل ربي فرحت خلا جو ما طوندي تدي اون بون موين، بصح هذيا جيتي بول فيرسي فرحت خلا، والحمد لله يعني جابت نتيجه الاولى في عنابه. كي دخلت لدار خويا عرفت بلي هي الاولى في عنابه، وني فرحت خلاص. هذا النجاح المميز يستحق هكذا فرحة مميزة، فهنيئا للمثابرة لينا التي ندعو لها أن تبقى دوما صانعة للانشراح، والعاقبة للمزيد من الأفراح.